مساء الخير على كل مشجع ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقاتنا. أتمنى يا رب النهاردة تشوفوا مهارات جديدة ووصفات بسيطة وجميلة بناء على طلب حضراتكم. اسمحوا لنا في البداية طبعا أهني كل أصدقائي كل مشاهديني من خلال شاشة قناة الأهلي بقرب العيد الأضحى المبارك. أتمنى يا رب أنه تبقى فيه دعوات مستجابة ويوم عرفة ترفع كل الذنوب ويجعلنا ربنا من اللي ترفع أسمائهم عنده ويغفر لهم إن شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة طلبتها مننا صديقتنا أم جوزيف. هي وصفة جميلة جدا على فكرة. اكتشفت أنه في الباكستانيين والهنود، أنا قلت حضرتكم قبل كده في حلقة سابقة، أنه العدس اللي بجبة بيستخدم في وصفات كتير قوي حلوة، ولو دخلتوا أي مطعم هندي هتلاقوا وصفات كتير معمولة بالعدس بجب. النهاردة هنعمل مدمس العدس بجب. ازاي هو؟ انا هعمله على الطريقه الباكستانيه النهارده، ان هم ليهم كده تتبيله وتوابل جميله. خلينا نشوف الوصفه مع بعض والمقادير وبعدين نبدا نشتغل فيها ونحكي عنها. عندنا بسم الله، اول حاجه عندي زيت نباتي، عندي كمون حب، ولو ما فيش حطوا كمون باودر ما فيش مشكله. عندي بصله مفرومه، ثوم مفروم، زنجبيل مفروم وده اختياري، كوبايه من العدس بجب مغسول ومنقوع، عندي كزبره جافه، عندي كمون باودر، كركم، ملح وفلفل، عندي عصير طماطم نص كوباية، عندي كزبرة خضراء مفرومة، عندي قرن فلفل حار اختياري، ممكن يبقى قرن فلفل بارد، عندي مية سخنة، وعندي كمان طشة للعدس. الطشة دي أنا هعملها فيها سمن وبصل وبابريكا. بصوا يعني هي تركيبتها جميلة لكن الطعم رائع. تعالوا كده نسمي ليه. أنا مسخنة مية في الكتل وهبدأ وصفة بسيطة جدا. خليني كده اخد اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول البس الجلافز عشان ايه. بسم الله. هناخد بقى اول حاجه كده شويه الزيت ونشوح البصل ونبدا نتكلم عن العدس بقى وفوائد العدس والحاجات الحلوه اللي احنا متعودين عليها. هو طبعا العدس بجبه ده تسلم ايدك يا محمد. عايزه اقول لكم في حاجتين مهمين جدا. احنا طبعا سمعنا عن الالياف القابله للذوبان والالياف الغير قابله للذوبان، هو في الاثنين عشان كده احنا بنشبع منه لفتره طويله فعلا. العدس بجبه احد انواع العدس زي الاصفر، طبعا الجبه ده هو الاصفر بس بنقشره. بصوا ده اهو، طبعا غني جدا بالالياف المفيده لصحه القلب، عايزه اقول لحضراتكم، وبيحسن جدا من صحه الجهاز الهضمي جدا، وهو على فكره احد اهم البروتينات. بصوا الاصفر اهي، هو بيساعد اصلا في تخليص المعده من الفضلات، عايزه اقول لكم يعني، فهو مهم قوي مفيد جدا. عايزه اقول لكم هو طبعا يعد من الحاجات المهمه جدا في يعني من اهم الوصفات المهمه في البروتينات النباتيه. يعني كل كوبايه من العدس فيها حوالي 18 جرام بروتين تقريبا كده يعني. ده بقى الناس اللي بتعمل كمان دايت بتستخدمه كتير جدا عشان هو غني بالالياف فبيحسس بالشبع كده. الناس بقى اللي عندها يعني سكر برضو مهم جدا لمرضى السكر ومفيد ليهم جدا. حلو للمناعة. هو كوصفة أو كنوع من أنواع العدس لأن هو كمان غني بالمغنيسيوم جدا، في فوائد كتيرة جدا. بصوا الكوباية الواحدة منه تقريبا يعني بالتقريب فيها حوالي 70-71 من المغنيسيوم. الناس بقى اللي عندها قلق وتوتر بتاكل العدس ده كتير جدا، فوائد كتيره. هو غني طبعا بالحمض الفوليك او الفوليك اسيد يعني، وده طبعا مفيد للحوامل جدا، احنا ما بناخدوش غير تقريبا في بدايه فتره الحمل بس. بصوا بنشوح البصلايه كده برشه الملح والفلفل، فطبعا الحاجات الطبيعيه دي بتبقى رائعه ان احنا ندخل في اكلنا حاجات. هو اصلا الناس اللي بتبقى يعني نباتيه ما بتستخدمش غير الحاجات الجميله اللي في البقوليات دي، مفيده جدا. وهو في منه الوان، الاصفر وفي الاسود وفي اللون البني وفي يعني اربع الوان تقريبا اعتقد كده. بصوا شوحت البصل، رشه ملح وفلفل عشان اساعد بس البصلايه تنزل الميه بتاعتها. وهاخد كده بسم الله الثوم الاول. طبعا الوصفه دي هتعجبكم قوي. انا عارفه ان الوصفه التقليديه بتاعتنا فيها بصل وكمون
وممكن فلفل والعدس طبعا والميه السخنه، وفي ناس بتضيف له مكعب مرق لو فيه او بتسقيه مرق لو عندها، يعني اقصد حاجات بسيطه. لكن الوصفه دي هتعجب حضراتكم لو لسه اول مره تجربوها، قولوا لي اخبارها ايه معاكم، وابعتوا لي التطبيقات اللي بتسعدني جدا لما بتجربوا وصفه ونصيحه تبعتوا التطبيقات. انا بفرح جدا وبتبسط اكتر انها بتبقى الناس بتقول لي انا ما جربتهاش قبل كده وتجربها وتنجح، زي بلح الشام من غير بيض. ناس كتير ده جنزبيل، مش هحط منه كتير، حط كده شويه عشان هو مش حلو لمرضى الضغط، يعني مرضى الضغط العالي. بصوا تشويحه حلوه بس طبعا مفيد قوي، لكن اذا مسموح لنا نحطه ماشي، من الحاجات برضو المهمه للمناعه الجنزبيل ده هايل، او الزنجبيل يعني في المرق او في تتبيلات بس بنسبه بسيطه. واعتقد الشخص العادي المفروض ياخد منه 4 جرام في اليوم، ده الطبيعي اللي ما بيعنيش من حاجه، 4 جرام ده حاجه بسيطه قوي يعني، زي قد اللي انا حطيتهم دول او اقل. نقلب بقى تقليبه حلوه كده. هاخد الكمون الحب. انا ليه حطيت كمون حب؟ علشان ما يبقاش قوي النكهه، لان انا هسوي العدس بشوحه الاول يدي كده الريحه ويطلع الزيوت الحلوه اللي جواه، وما يبقاش قوي زي الكمون الباودر، لان انا هسيبه شويه يغلي مع العدس ده عشان يستوي الاول مع حضراتكم. ونقلب كده تقليبه حلوه. وبعدين هاخد، خلي دول كده في جنب، الفلفل الحار او الفلفل القرون، قرن الفلفل، ممكن فلفل رومي لو حابين، شرط يعني يبقى فلفل حامي. كده وهاخد المنكهات اللي هي الكركم، هحط كده بس مع الكركم نقطة زيت بسيطة واحدة بس كده عشان أحمص. طبعا الكركم ما بتتحفز مادة الكركمين جواه وتطلع وتبقى مفيدة إلا بمادة حراقة حارة زي الفلفل الأسود أو الشطة أو الحاجات الحراقة السبايسي. حطينا كده الكركم وهنبدأ نقلب تقريبة حلوة. هاخد العدس، هنعمل شوية حلوين، هنقلب تقريبة كده ياخد بقى الحاجات الطعم ده. طبعا هنحط رشة ملح وفلفل. أكلة حلوة قوي، جميلة مشبعة، بتتاكل بالعيش تتغمس. في ناس بتحب تفرمه يعني تطحنه زي الفول، عارفين الفول اللي لما بنطحن الفول، لما بنعمل الفول ونطحنه كده ساعات في ممكن نضربه في الخلاط او نهرسه بالهاند بلندر ممكن، بس انا عايزه اسيبه بقى عدس كده تستمتعوا بيه مستوي كويس اهو. هاخد رشه من الكزبره الخضراء وهسيب رشه في الاخر كده، وهحط رشه من البابريكا وهسيب التانية مع الطشة وهنقلب كده تقليبة حلوة. وهناخد مع بعض بسم الله شوية من المية السخنة بقى شوية، وهنزل معاه الصلصة أو صلصة الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب تقليبة كده حلوة. بصوا من ريحته روعة أساسا، وصفة حلوة قوي يعني إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هزود بس شوية مية حلوين عشان عايزة، أنتوا عارفين العدس ما بياخدش وقت في التسوية خالص لأنه هو بسيط ويعني على طول، بس عايزاه كمان يستوي حلو. فأنا بقلب كده مع حضراتكم تقليبة حلوة، هغطي عليه وهسيبه على نار متوسطة، الريحة والطعم روعة. وما حطيتش غير شوية كمون حب، هزود شوية مع الطشة لما هاجي أعمل طشة البصل، هحمره وأشوحه
وهبدأ أحط معاه رشة كمون ورشة بابريكا وتبقى الدنيا جميلة. حط على الوش ويتاكل بألف هنا وشفا. اللي عايز يجرب الوصفة الجميلة دي على الطريقة الباكستانية. هنعمل بقى كده نغطي وهنسيبه ياخد شوية وقت يستوي كده. أول ما يغلي هنهدي النار نخليها وسط، يعني مش عايزة نار عالية عليه، يعني عايزة يبقى مظبوط. ونخلي بقى بقية الكمون اللي هنضيفه مع الكزبرة الخضراء اللي باقية هنا كده. طيب خليني بقى، وعبال ما يستوي معانا احنا قدامنا وقت قد ايه يا حبايبي؟ طيب ممكن نعمل وصفه كده لطيفه وسريعه برضو من الوصفات الجميله جدا. هي ايه بقى؟ وصفه للبطاطس المهروسه. ممكن نطلع منها حاجه لطيفه كده وبسيطه وسهله. تعالوا نتكلم عن البطاطس البانيه، يعني ما احط لها شويه منكهات بقى حلوه. محمد هات لي شويه زعتر كده حلوين، انا عندي شويه بقدونس، انا هستخدم شويه زعتر شويه روزماري. اللي عايز يحط نعناع جاف مفيش مشكله. هحط رشه كمون. بصوا بقى، عندي بطاطس مسلوقه ومهروسه، وعندي نص كوبايه من البقسماط، عندي جبنه موتزاريلا ودي اختياري، عايز ممكن مكانها جبنه شادر، ممكن جبنه رومي، اي حاجه موجوده عند حضراتكم. عندي بقدونس وعندي بيض وعندي ملح وفلفل، بس انا هضيف معاهم بعد اذنكم ضيفوا لي بس زعتر وكمون. نبدا نحليها كده مع شويه بابريكا حلوين. هاخد كده بوله كبيره هنا، هحط فيها البطاطس كده، وهنا ممكن اكسر البيضه. بسم الله. تمام، هاخد كده هعمل هنا كده بداية. جوه الخليط ممكن اخد شوية جبنة موتزاريلا. عندي شوية من البقدونس، اسفة، شوية من البقسماط، اخد رشة الملح، رشة الفلفل، وعندي كمان بابريكا وكمون. ممكن شوية من البقدونس. خليني الأول أقلب الخليط ده كده. مع بعض. ممكن تبقى خليط كامل كده وتتحمر وحدات كده لطيفة وظريفة. وممكن تبقى، خليني أخد شوية من هنا، دول كزبرة خضراء. كمان الكزبره بتبقى حلوه معاها. اللي مش عايز يحط اخضر يحط مثلا جافه، ماشي، ممكن نص معلقه كده كده كده. من الوصفات المحببه برضو ممكن نحشي جواها شويه موتزاريلا، وممكن تبقى الخليط بطاطس عادية مع البيض مع المكونات اللي دي، ونحطها في بيض وبقسماط تبقى باني. دي طريقة ودي طريقة، بس أنا هشوحها كده هتبقى أحلى، يعني تغيير زي بتاعت زمان بالظبط. شايفين ازاي؟ من الوصفات اللطيفة جدا. أهم حاجة الخليط يكون ساقع. ليه؟ علشان كل ما يبقى ساقع كل ما يبقى متماسك معايا قوي في التحمير. ده نبص بص على العدس، بصوا الريحه تجنن. حلو قوي روعه ما شاء الله. برضو الكزبرة الخضراء عليها عامل جميل، تدي تيست وطعم حلو قوي. ده شكرا يا محمد. وشوية الزعتر اهم يدوا برضو طعم حلو كده. عايزين تحطوا الزعتر ده وتحشوا جواها جبنة بيضة ممكن على فكرة، بس طبعا هي الأحلى إنها تبقى أجبان بتسيح مع السخونية. أهي
بس الزعتر بيدي طعم حلو. وممكن تحطوه مع البقسماط حضراتكم لو عايزين تعملوها بانيه، ماشي. ممكن تبقى ايه بيضه يعني نكسر البيض ونضربه وبعدين نعمل في البيض والبقسماط. تعالوا بقى كده، في ليها طريقه برضو لطيفه، اما نعملها كور كده او تتفرد على البقسماط، دي تبقى اقراص كده. خليني ايه اجيب طبق ممكن نحطها فيه. بسم الله، هنا كده، او تتفرد على بالمردنه وتتشكل باشكال زي كده، تطلع اشكال وردات لطيفه للاطفال. دي ممكن، بصوا ناخد كده شوية، ممكن أوريها لحضراتكم شكلها يبقى عامل ازاي. زي مثلا هاخد كده ايه رشة من الدقيق أو البقسماط. خلينا ناخد البقسماط الأول هنا كده، ورشة بقسماط، شيل بس البطاطساية دي كده، وادي المردنة، وهبدأ أعمل كده مثلا بارتفاع سنتي، واخد بالشكل كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ده برضو شكل يعني تغيير. خليني اخد بس كده دي كده اهو. ده برضو شكل ممكن يبقى لطيف، ينفع جدا، بس انا بصراحه هكملها اقراص ونبقى عملنا يعني ده وده، واللي يريح حضراتكم كملوا بيه كده. هاخد بقى كل الاصدقاء اللي طلبوا وصفات للعيد، ان شاء الله الاسبوع ده تستمتعوا بوصفات خاصه بحضراتكم ان شاء الله، مستكملين يعني، وهنكمل مع بعض كده. ممكن بقى نعمل فكره لطيفه، ممكن اعمل كده، شوفوا زي كده افرغها مثلا وتبقى كور، دي برضو فكره تانية، واحط كده قطعه الموتزاريلا جوه واحشي كده وتبقى كده شبه الكوبي باي شيء، او تتحشي اي حاجه انتوا عايزينها، بس هي التوليفه دي تصلح اكتر للاجبان حلوه. المفروم بقى تنفع، بس ايه يعني المفروم هتعملوه بقى على الصاج عادي جدا وتعملوا اللي انتوا عاوزينه. انا بقى ممكن احشي كام واحده كده شكل الكوبي باي، نغير الشكل شويه اللي هي محشيه جواها زي ما حضراتكم شايفين كده شويه من الجبنه الموتزاريلا، وهقفل كده كانها كوره، لكن هديها الشكل بتاع الكوبي باي. وهنطلع بقى استراحه مع حضراتكم، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الوصفات بتاعتنا، مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بكمل كده كام واحده من البطاطس، وهبدا بقى بسخن طاسه فيها زيت عشان ابدا اشوح البصل، نعمل الطشه بتاعه العدس، وخلاص قرب على سوا، هوري لحضراتكم شكله دلوقتي. ادي كده الايه وحدات البطاطس، ممكن تبقى كور ونعملها في بيض وبقسماط، وتبقى كور عاديه يعني كذا شكل بقى اللي يريح حضراتكم، مفيش مشكله اعملوه. هنزل دي هنا وهوري حضراتكم دلوقتي شكل الايه العدس. بصوا بقى بسم الله ريحته طبعا مش قادره اوصف، مش عشان بس الريحه بجد حلوه جدا، هي وصفه بسيطه انما رائعه. بصوا رائعه، لسه بقى هنعمل لها الطشه دي ونضيف لها بقيه حاجات التوابل الجميله، الكمون والبابريكا والحاجات دي، هتطلع رائع. ناخد شويه البصل دول، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد بس معلقه صغيره سمنه مع فوسط الزيت ده تدي طعم.
خلاص، وهاخد وحدات البصل. بسم الله، زي ما حضراتكم شايفين كده. خلينا نقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. تقليبة حلوة، البصلات الحلوين دول تقطع رقيق قوي، تحمر تحميرة حلوة، والعدس هنا خلاص داخل على السوا، روعة. واقدر ازود شوية مية سخنة كل ما احس انه قدامه شوية صغيرة اهو. هحط بقى رشة الكمون اللي قلنا عليها اللي ما حطيناهاش في الاول علشان ما ياخدش طعم حد، وحطينا ساعتها الكمون اللي هو الحب. نقلب بقى كده، ونقلب هنا البصلاية بتاعتنا زي البصارة ما بنعمل، وزي ما بنعمل الكشك نفس الفكرة، بس طعم يجنن. بصوا كده، البصل بيتحمر جميل كده قبل ما يدخل على التسوية. هنضيف عليه البابريكا وشوية الكمون ونظبط الأداء دلوقتي. وادي العدس، زي ما حضراتكم شايفين يغلي بس غلوة، ونخلص هنا وبعدين نبدأ في البطاطس. بسخن زيت لتحمير البطاطس دي كده، الريحة تجنن ما شاء الله. بصراحة العدس ده حاجة جميلة، مش بس العدس اللي احنا بناكله بقى الأصفر في شوربة العدس، لا، في أنواع هنا نقدر نعملها بالعدس الجبة وتستمتعوا بيها جدا. شايفين الجمال؟ ودي البطاطس اللي احنا شكلناها وحمرناها قدام حضراتكم، مخرجنا مستعرضها، تسلم ايديكم. هنحمر زيها دلوقتي، دي احنا شكلناها بالأشكال الدوائر الوردات بتاعت أشكال البسكوت، وممكن نعملها راس بإيدينا، وممكن نعملها زي الكوبيبة ونحشيها موتزاريلا، وممكن حضراتكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه. ممكن تخلوا البريدنج من بره، انا حطيته من جوه عشان يبقى قوام متماسك، بسقعها بس شويه قبل التحمير عشان تبقى مظبوطه معايا. بصوا بقى العدس بقى جميل ازاي، يتغمس بقى مع عيش، روعه مع الطعم ده مع الريحه دي ما شاء الله. بصوا الجمال، حمر تحميره حلوه كده للبصل ده، الله الله. كده باقي عندي بس هنا الكمون والبابريكا، وهحط شويه من الكزبره الخضراء حلوه بقى هنا عشان احنا ما حطيناش كل الكميه في الاول، احنا سيبنا شويه كده تدي بقى طعم وريحه في الاخر. دايما احب قوي اعمل كده، حتى في المحشي احب احط الخضره، ما احبش اسويها على نار ابدا، فبتفضل كده خضره وجميله. لما تدخل بقى في التسويه، تدخل وهي بتتسوى في وسط المحشي، اول ما تضيفوا المرق تطلع تستمتعوا بقى بطعم المحشي. بصوا كده، هنقلب تقليبه حلوه، بياخد بس اللون الذهبي الجميل، ونبدا بقى ايه نضيفه على وش الايه الطبق بتاعنا. انا دلوقتي حاول هنا، شايفين الريحه تجن، بسم الله ما شاء الله. هناخد كده الطبق ده، كده ممكن يبقى كده عشان تشوفوا فيه العدس وعليه الطشة بتاعته. وادي هنا البصل، هجيب بقى لوش كده من ورا، روعة كده. نغرف بقى العدس مع بعض، وبرضه هزود شوية مية صغيرة. هو مش هياخد غير الحبة ده، عشان كده قلت لحضراتكم اعملوه على نار متوسطة تستمتعوا بيه. في ناس تحب تفرمه بقى، ده موضوع تاني، بس بصراحة هو يتاكل كده أحلى حاجة، هو ده الصح بتاعه. هنود بيقدموه كده، في باكستان بيقدموه برضو كده، رائع. العدس ده أساسي قوي عندهم، ياكلوه بالعيش المخصص بتاعهم اللي هم برضو بيعملوه في البيت. كركم وتوابلهم رائعة، حاولنا نستخدم الحاجات المتعارف عليها عندنا وفي مطبخنا عشان ما اكلفش حضراتكم تشتروا حاجات مخصوص. بيعملوا حاجات تانية بقى باليانسون النجمة في البرياني، واصناف الرز بتاعتهم رائعة، بس طبعا اليانسون النجمة ده غالي جدا دلوقتي. كده
واحدة. نبدأ بقى تغلي غلوة كده، ياخد غلوة حلوة ونبدأ نقدم. بسم الله. بصوا بقى الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بصوا خلاص كده. ناخد بقى البصل ده هنحط عليه رشة البابريكا، شايفين ازاي؟ رشة كمون حب اهو، شايفين حضراتكم؟ ونبدأ نصبها بقى. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ يعني يتكلم عن نفسه بجد ومش محتاج اي كلام يتقال، محتاج بس حضراتكم تجربوا وتقولوا لنا رايكم بجد. يعني حاجه رائعه واكله كده مشبعه بصراحه. بنشكرك يا ام جوزيف على ان انت قلت لنا نعمل وصفه حلوه زي دي وتكوني سبب ان احنا يعني نجربها معاكي. ادي طبق العدس، بس الحروف من هنا ده. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. تقدروا تقللوا نسبة الزيت، تقدروا تصفوا بس البصل، بس طبعا احنا ليه حمرنا في البابريكا عشان يدي تيست وطعم. تعالوا كده نجرب أقراص البطاطس. بسم الله كده. ممكن نجرب وحدات كمان من دول، الكوبيبات الصغيره دي. بصوا كده ما شاء الله. خلص بس دول وانا استخدم غيرهم وتبقى الدنيا جميله جدا. كمان هنعمل وصفه حلوه قوي من الوصفات اللي بتتعمل. فاكرين زمان كنا لما نحب ناكل حاجه حلوه كانوا يعملوا لنا ايه؟ يعملوا لنا الرقاق باللبن، او لما يبقى فيه عيش فينو موجود. تسلم ايديكم والله، ميرسي ميرسي ميرسي. العدس ده عبقري 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 بجد، ويعني انا حبيت الوصفه جدا، وانا من الناس اللي بتحب العدس بجد، يعني سواء اصفر او عدس بجبه بحبه قوي، وبحب اعمل وصفات بيه بصراحه، وبحب احشي بيه حاجات كتير. ودي البطاطس اهي بتتحمر، وهنبدا بقى نطلعها كده على شويه بقدونس. ممكن بديل المناديل على طول بقدونس، او عشان يمتص نسبه الدهون الحلوه اللي بتبقى موجوده في الوصفه ايا كان اللي بتحمروه. طيب كانوا زمان بيعملوا لنا ايه بقى؟ يعملوا لنا العيش الفينو باللبن. انا بقى بصراحه كان بابايا بيحمصه في الفرن، وبعدين يعمل اللبن بالسكر والفانيليا ويحط الايه المكعبات العيش تتقطع وتبقى جميله كده. هنعمل النهارده بيه حاجه، لو تفتكروا وصفه الفرنش توست المش مصريه اللي دايما بيعملوها بالتوست، بيقعدوا بقى يحطوا لها زبيب اسود وحركات قرعه كتير كده. احنا النهارده هنعملها بطريقتنا المصري، بس لو عندنا بواقي عيش فينو هنعملها بيه، ولو عندكم بواقي توست ممكن تعملوها بيه برضو، بس انا بقول لو مش متوفر التوست عند حضراتكم.
بص وصفه جميله برضو للبطاطس دي، حلوه قوي. الحاجات السريعه دي بتبقى حاجات يعني محببه الحقيقه. الجبنه كمان بتدي طعم حلو قوي فيها، ومنكهات واعشاب طبيعيه بتبقى حلوه. اتمنى تنول اعجاب حضراتكم دايما. هنعملها مع بعض وندخلها الفرن، هتطلع حاجه كده حلوه لطيفه وجميله. ممكن نعملها مع بعض، بس انا مش هعملها قبل ما اطلع البطاطس الا لما نطلع استراحه ونرجع، علشان حضراتكم تركزوا معايا في المقادير. تعرفوا انها حاجات بسيطه جدا، تقدروا تعملوها بالرقاق كانها بديل ام علي، وتقدروا لو عندكم بواقي عيش تستفيدوا بيها. وهنعمل وصفات حادق ان شاء الله، نخلص وصفات العيد باذن الله، وبعد العيد نعمل وصفات حادقه سريعه سهله ببواقي عيش وبواقي حاجات في المطبخ عندنا، ونعمل حادق وحلو زي ما انتوا عايزين، عشان الحاجات دي بتفرق معانا كتير قوي، ما نبقاش عارفين نعمل بيها ايه، لكن هنحاول نعمل منها افكار كويسه تنول برضو اعجاب حضراتكم. طيب انا بحمر هنا ده كويس، هاخد كده الكوبيبات جنب بعض، شايفين شكلها جميل ازاي. الميزه برضو ان هي يعني برضو مغذيه، يعني ممكن بقى كمان ما نقليهاش، اللي عايز ما يقليهاش، هنرش رشه زيت واحده وتدخل الفرن على ورق زبده، تطلع ممتازه، هتبقى خفيفه ورائعه، وبرضو الجبنه هتسيح وكل حاجه. تنفع في الاير فراير جدا، بس مش هتدي. بصوا بقى عيب الاير فراير، هي صحيه جدا، خليني اقول، لان هي عندي وانا بصراحه بحبها قوي، بس الحاجه الوحيده اللي الاولاد ما بيحبوش يتقبلوها هي البانيه، لانه احنا متعودين نعمله تحمير معين. الاير فراير ما بتطلعش ده، ليه؟ لانها عايزه تطلع، انتوا بتظبطوا طبعا على الدرجه بتاعتها وكل حاجه، تطلع ممتازه، لكن مش زي اللي بنحمره، فلازم نعرف ان في فرق، كمان الفرق ده في صحتنا مهم، لكن هتطلع حلوه جدا وكريسبي، وهتاكلوها وهتتبسطوا بيها. هي المهم ان احنا نبقى مقتنعين باللي احنا بنعمله، عشان هو ده الاهم في الموضوع. فالاير فراير طبعا عمليه جدا، صحيه جدا، نقدر نعمل فيها كل حاجه احنا عايزينها. بحط فيها البصل بيتقرمش، بحط فيها البتنجان، لما باجي اعمل المسقعه او بعمل اي صنف بالبتنجان ما بحمروش، لان البتنجان بيفقد كل الفوائد بتاعته في التحمير، فاروح حاطاه في الاير فراير على طول، تطلع درجه ال 200 بتبقى مظبوطه، برش رشه الزيت بالبخاخ تطلع ممتازه. ده مخرجنا بيسال فانا برد عليه، علشان برضو ايه الناس اللي حابه تتعامل بالموضوع ده. عملنا شكل تاني اهو للبطاطس، عشان لو حضراتكم مش عايزين الاشكال اللي هي تبقى نازله اللي احنا عملناه، عملنا اهو جزء اتغلف بالبيض والبقسماط وجزء تاني لا، على الشاشه قدام حضراتكم، اللي يريحكم فيها استخدموه. طيب دلوقتي بقى انا هستسمح حضراتكم طبعا في استراحه، وهنرجع من الاستراحه نعمل وصفه لطيفه جدا حلوه ظريفه، ان شاء الله رب تنول الاعجاب مع بعض، ونشوف هنعمل ايه. في انتظاركم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل وصفه جميله قوي بديل الفرنش توست، هسه هنعمله بالعيش الباقي عندنا من العيش الفينو. طيب عندي فينو بايت، عندي لتر من اللبن، فانيليا، سكر، لو في زبيب، في جوز هند، مكسرات حسب الرغبه، عندي ثلاث بيضات وعود قرف. انا هاخد اللبن على النار مع السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، معلش عشان انا بسخن الستانلس بياخد وقت شويه في التسخين، فهاخد كده اللبن وهاخد السكر عندي رشة فانيليا، هحط عود قرفة، هقلب تقليبة بسيطة ممكن بالواس كده تدي بس نكهة خفيفة، مرضتش احط قرفة باودر علشان ما تبقاش النكهة قوية، لان في ناس ما بتحبش القرفة، لكن دي بتدي دفء كده، بتدي حاجة حلوة كده. كده هندوب اللبن شوية حلوين، وعندي بولة ممكن اكسر فيها بيضتين بس. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، ادي بيضة، بيضة كمان، بسم الله، بيضة كمان،
وهاخد بعد ما اقلب هنا كويس مش عايزه اسخنه قوي، همسك البيض ده هقلبه كده وهعمل كده تقليبه حلوه. وهقلب بالسباتشولا كده اللبن اللي فيه سكر، رشه فانيليا، عود قرفه، وهاخد بايركس عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. بسم الله. هحط فيه بواقي العيش زي ما هو، شايفينه ازاي؟ هاخد شوية من الزبيب، شوية من السوداني، شوية من جوز الهند، هعمل كده خلاص. هاخد الخليط الحلو ده هنا، وانا بقلب واسمحوا لي احط عود القرفة كمان هنا. شايفين ازاي؟ ممكن يحط اقل من العود، نص عود، ربع عود، مفيش مشكله، بس عموما هو العود مش هيضايقه في حاجه، لان هو ميزه السيجار، خدوا بالكم في الخشب المكسره وفي اللي هي السيجار الملولوه اللي شبه السيجار دي اخف، والمكسره بتبقى قويه، فممكن اخد حته منها صغير، هي دي اللي بتطحن، لكن دي لا، فممكن نقلل زي ما انتوا عايزين. وهناخد كده بسم الله شايفين حضراتكم، هاخد كده بمعلقه هيتشرب بقى كل الخليط ده وهيدخل الفرن، هياخد لون حلو جراتان روعه. ممكن ازود شويه لبن صغيرين قوي قوي نونه، مش كتير، بس ان هو بيطلع حاجه كده ماسكه نفسها. هندخله الفرن بقى دلوقتي يتشرب ويبقى تمام اهو. شايفين وصفة لطيفة جدا وظريفة. نحط بقية السوداني وايه انشف بقى هنا، نمسح بقى المكان وهندخل فرن 180. ممكن اشغل شواية مع فرن مفيش مشكلة. تعالوا كده هنا اهو قوي، بصوا كده هنا زي ما حضراتكم شايفينه كده، العيش هيبدا يتشرب قوي وهياخد الطعم الحلو ده، وفي نفس الوقت هيبقى طعم خفيف. هنعمل وصفه سريعه قوي، لو حابين تعملوا فطاير سريعه كده للفطار جنب جبنه جنب حاجه، مش شرط يعني كله عيش عيش عيش، يعني مش شرط، ممكن نعمل حاجه كده سريعه وبسيطه قوي تتعمل بايدينا على فكره، مش محتاجه حتى عجان، لكن انا بعملها في العجان بس عشان الوقت يبقى مساعد معايا ان انا اقدر اخلطها على طول، عشان في الايد بتاخد شويه وقت. تعالوا كده ننزل، هي فطاير سريعه حلوه قوي هتتعمل باللبن. عندي للفطاير الجميله دي مقليه كوبايه لبن، معلقه من البيكنج باودر،
معلقة ملح، كوبايتين ونص من الدقيق. يبقى هي دي بس الفطاير بتاعتي. أفضل إن اللبن يبقى لبن دافي مثلا، وعندي زي ما قلنا معلقة ملح. هاخد كده الملح هنا على الدقيق وأحط البيكنج باودر، هنقلب وادي اللبن. فطاير سريعة وبسيطة كانوا زمان بيعملوها لنا، بنحط عليها الجبنة البيضة ونقعد ناكلها كده، حلوة قوي. بسم الله. هاخد كمية الدقيق دي اللي خلطنا عليها البيكنج باودر، ومعانا كمية اللبن، هنحط شوية شوية عشان نبقى بس ايه مع بعض. بسم الله. قادرين نتحكم في السوائل. زيت على النار بسيطة وسهلة قوي. تعالوا كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، عجينة مثالية. تعالوا بقى ناخد شوية دقيق. بسم الله اهو. الأول كده ايه بايدي بس، مش عشان الكم بس، كده بعمل كده وبرجعها تاني، كده وبرجعها تاني اهو، لحد ما تبقى عجينه كده جميله معايا. عجينه من العجائن السهله قوي الجميله فعلا. حاجات بسيطه وسهله، الولاد على فكره يقدروا يتعلموها في الصيف لانه ما بيدخلوش المطبخ خالص، فلازم نعودهم من دلوقتي، لانه لا محاله يا رب تكون دكتوراه واخده 50 دكتوراه و40 ماجستير وواخده بطولات العالم كله، بس لازم لازم يبقى في كونسبت انه يبقى عندها خلفيه عن المطبخ. انا عارفه ان في ناس ممكن تكون مش بتحب الفكره، بس والله اكتر ناس يعني نجحت في المطبخ هم اكتر ناس ما كانوش بيحبوا المطبخ. في ناس كتير قوي كده، لكن بيعملوا ده علشان ده دورهم وده واجبهم وحابين يساعدوا اسرتهم بجد يعني. بصوا بقى، هاخد كده، المفروض ترتاح شويه كده. اللبن افضل انه يكون دافي، انا عندي الاستوديو بيبقى تلج الحقيقه، فالدنيا بتبقى يعني ايه الحاجه بسرعه. فانا عايزه بس اوري حضراتكم بشكل سريع تاني. ماشي، شكرا يا محمد، تسلم ايدك. دي واحده مرتاحه اهي، خدت راحتها. بصوا بريحها، ما بعملش حاجه غير اني بريحها. نفس العجينه بس ايه، لازم اوري حضراتكم انا عملتها ازاي كده اهي. وهبدا اخدها كده، فيهاش اي حاجه، هسيبها ترتاح في الطبق ده، هي ما فيهاش غير بيكنج باودر اهي. هغطيها واسيبها نص ساعه، ربع ساعه، تلت ساعه، على حسب. واخد دي ونفرد بقى كده بالنشابة. بسم الله، من ناحيتين، ونفضي بقى الدقيق الزيادة ده. تعالوا كده، عندي طاسة فيها زيت بسخنها كده، وناخد. أنا مش عايزة أعمل حاجة، أنا عايزة أعملها أشكال عادية يعني، مربعة، مستطيلة، أقطعها مربعات صغيرة، لان انا عايزاها فطاير كده صغنونه كده وخلاص، قد ما انتوا حابين يعني كده. خليني اطفي بس العين دي، مضايقاني. اوكي، شايفين حضراتكم ازاي اهو. حاضر كده اهو، يلا بينا. تعالوا بقى بسم الله
ماشي حبايبي، كانوا لسه من دقيقة واحدة خمس دقايق. ماشي، هساوي دول عشان عايزة اطلعهم شبه بعض، بجمعهم تاني وبعملهم بعد كده ايه كرة واحدة. لازم اسيبهم، استحالة حضراتكم تعرفوا ترجعوهم دلوقتي زي بعض، يعني مع بعض تعجنوهم دلوقتي صعب، لازم تكلفتوهم كده وتسيبوهم شوية يرجعوا تاني كما كان. وهناخد كده مثلا، هفترض يعني انا عايزة اعملها الشكل ده مثلا، حاجة شبه دي كده، دي كويسة بالنسبة لي، انا ممكن اكل بيها الجبنة الصبح عادي جدا. خليني اجرب بس يا رب يكون الزيت تمام، ان شاء الله يبقى تمام كده. بسم الله بسم الله بسم الله كده، ونشوف بقى اخبارها ايه. كده كده شايفين، بس بالراحة شايفين، فطاير جميلة جدا سهلة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي ايه رأيكم؟ اهو بسم الله، انتوا نمتوا ليه يا ولاد؟ انتوا موجودين دايما يا حبايب قلبي كده. بصوا ادي الفطاير، شوفوا جميلة وسريعة وحلوة ازاي، ما احلاها. ماشي، بس ما دي من العطار جاهزة بقى، الفنكوش معرفوش. اف ام كوش، انا بحب الفيلم ده جدا خلي بالك. طيب ناخد بقى كده، ممكن ايه الحاجات الحلوه دي تطلع هنا كده. بسم الله، بصوا ايه الجمال ده، شايفين؟ يا سلام بقى لما نقف نعمل شويه حاجات كده الصبح، تطلع حبه كده سخنين، اعملوهم بقى جنب لبنه، جنب جبنه بيضة، جنب حاجه بقى يعني تعجب حضراتكم، هتبقى رائعه جدا. مش عايزه املى كتير عشان اعرف اكورها، يعني احط عليها الزيت كويس. شايفين بقى بتبقى عامله ازاي اهو، بس ترتاح شويه بيكنج باودر، كوبايه لبن، كوبايتين ونص من الدقيق، عملنا شويه العجينه اللي حضراتكم شايفينها دول، سيبناها ترتاح. تسلم ايديك وعينيك يا رب، ميرسي. عايزين بقى تخلوها شبه العيش البوري، حطوا لها شويه سميد بسبوسه بس كده، وجربوا قولوا لي وادعوا لي، اهم حاجه الدعوه اللي من القلب دي. بصوا الجمال، بسم الله اهي. عايزين بقى على فكره العجائن دي او العجينه البسيطه دي، تقدروا تحشوها حاجات بسيطه قوي وتطلع جميله، ممكن جبنه بيضة، ممكن اي حاجه، اي حاجه بالاعشاب زي ما انتم تحبوا. اهو شايفين الجمال، يبقى كوبايتين ونص دقيق، معلقه بيكنج باودر، كوبايه لبن، عملت لنا الفطاير الحلوه اللي حضراتكم شايفينها دي. تاكلوها حادق، عايزين تزودوا لها شويه سكر مع اللبن وتعملوها للحلو، براحتكم اللي انتوا عاوزينه، الاختيار يرجع لحضراتكم. تسلم ايديك وعينيك يا رب، ودي اللي احنا عاملينهم قبل كده، وايه طبعا اللون زي ما انتوا عايزين، انا بصراحه يعني بحب اللون الذهبي الفاتح، بحبه قوي، تدي كده شكل ورونق جميل، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم بصراحه. يعني مع الجبنه البيضاء انا بحبها بصراحه. ودلوقتي بقى احنا خلاص هنطلع الحبه الحلوين دول، بسم الله ما شاء الله اهم، شايفين الجمال، الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا يا رب تكون الوصفات نالت اعجاب حضراتكم، عايزين تخلوها كريسبي كده وليها تيست حلو،
شويه سميد بسبوسه، واسمحوا لي بقى طبعا يعني بعد ما عملت الحاجات الجميله دي احب ان انا استقبل ضيفتي بقى اللي هتنورني وتشرفني في الفقره اللي جايه ان شاء الله وترد على اسئله حضراتكم، دكتوره دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.